صباح الخير. باتجاه القطب الشمالي توجه مايكل حداد ليتحدى الإعاقة برحلة من أجل الإنسانية بزمن صار الإنسان غارق أكثر بالقتل المجاني والحروب العبثية. هالخبر بيعطي أمل وسط كل الأخبار السوداء المحيطة فينا. من السراي الحكومي بالعاصمة انطلق سباق مايكل لنشر الوعي عن التغيرات المناخية. أما الحدود اللبنانية السورية فداخلة بسباق من نوع آخر بين التسوية وقرع طبول الحرب. على مساحة الوطن الصغير أمن وسياسة وطوائف عالقة بعنق الزجاجة. ومن القطب الشمالي كرس مايكل حقيقة بتقول إنه الإرادة سلاح ما بيعرف التعب. من برنامجنا منتمنى لمايكل كل التوفيق برحلته. أما لكل يلي رايحين مشوار منتحمدون باتجاه صوفر، انتبهوا منيح لأنه الطريق صعودا أو نزولا ما بتبشر بالخير، وكأنه ما بيكفي هالمنطقة الشلل يلي أصابها بالسنوات الماضية. وليزيد الطين بلي، طريق بحمدون صوفر تحولت بسبب الإهمال لكابوس يومي للمرة، بمسافة ما بتتعدى الكيلومتر الواحد، حفريات، مطبات وسفر برلك. من بحمدون لصوفر خبرني بحالهم شو صار. تقرير للزميلة بشرى عبيد، منتابعه سوا. أنا طالع من شغلي، من بيتي على شغلي، لقيت جورة هربت منها وقعت ضربتها بالحيط. هاي كل القصة. وفات كميون فيي هيك يعني على جنبي، كمشني منه. قال لا حول ولا قوة. العالم كله مضروبة، ما حيعيش إلا لهول الكبار اللي قاعدين على الكراسي. يعني الطريق إذا بتشوفيها من هون لبحمدون بتنزلي بكذا جورة. وفي كم جورة هون بالوجه يمكن عشرات السيارات صاروا رايحين الدولية بتبعهم، عدا عن ما بتروح البيضة والترسميسيون وكذا. يعني عندك جورة تحت بس تنزل السيارة بتنزل بترد بتطلع، بتحسي حالك راكبة بياخد. هون طريق دولية يعني أقل شيء لازم يحطوا كم لمبة بس. حوادث سير، عشرات الجرحى، غياب معايير السلامة، الاستخفاف بحياة الناس، نفق غير مضاء، حفر متمركزة بالطريق وريجارات مفتوحة. هيدا باختصار حال طريق بحمدون صوفر الدولية. اسمها ما بيعكس وضع الحقيقي، فهي بتفتقد لأدنى مقومات الطريق الفرعية، فكيف منسميها طريق دولية؟ للأسف هاي طريق دولية، هاي بيسموها هيك أساسا. ناطرين لنشوف الانتخابات شو بيعمل. بالانتخابات بيجوا مثل الشاطرين بيردونا بالزفت، غير بالزفت ما بيسكتونا. هذا نفق بحمدون هون كمان نفق الموت، هذا مش لحد قصة ضو ما ركبوا، اللي بيكون جاي من جوا بقيش بيشوف شيء. يعني في نقص كتير بعد، عندك بهالي بالماء بعد مش مزبط، شتي الدنيا بالشتاء بينتقل النفق، ما بتروح الماء، ما فيش ماء. بعد الحماية على جناب الميل على اليمين والشمال مش موجودة. من ورا الجوار عملنا حادث، بي عمل حادث وكثير بنتسبب مشاكل، يعني سيارتنا أكثر من مرة بنصلحها من ورا الحوادث. سيارة في بلادي معمول تتعمل حادث على طول، لف الكورة بعرض طول، الزفت محفرة تحفير، الزفت محفرة تحفير. طاقات عنا بالجبل عدم شرعي، بنطلب من وزير الأشغال يلفت نظره علينا، لأنه نحن بنشتري سيارات ثقيلة بشهر بعشرة أيام يعطيك العافية، ما فينا نفوت على المعينة نهج. نعمة إني ما بسوق والله، لأنه جوزي كتير كتير بعاني. تنزلي علي مشوار عشر دقايق بياخد معك ساعة ساعة ونص زائد الأعطال اللي بتصير بالسيارة، شو بعد في أكتر من هيك؟ يا محطة شارعنا بعبط، دمرت الشعب بهالخيطات، يا إما بتفكر غلط يا إما ما في من التفكير، يا إما ما في من التفكير. الشوارع عشوائية وخربان، البنية التحتية صابتنا حالة نفسية وصرنا نضرب على الزوامير. بين المتعهد والوزارات المعنية والمسؤولين المش سائلين، ضايع المواطن بمتاهة هالطرقات، ومن جورة لجورة رحلتهم كافية إلى أجل غير مسمى. متعهد عم يجي بيقلهم خلصوا المصاري، شو خلصوا المصاري؟ يعني مجبورة الناس يعني تنتظر المتعهد. الدولة لازم تحاسبه. طرقات فيها جوار فيش زفت كله سوا، بيرقعوا أوقات وبيفلوا الرقعة، بعد شهر بتروح كاميونات السيارات تطلع عليها بتروح.
يعني اللي جايين واللي رايحين من اجانب ومن عرب وغيره بيعيشوا الأزمة، وهذا بيخلي انه موسم سياحه ما يستبشر كثير بالخير، ما نستبشر فيه، رغم انه عم بيوعدونا ولكن بالوعد يكمون. عيب اذا اجى حدا من برا وشاف هالوضع هيك، عيب لبرا بيقولوا لبنان، يا سلام على لبنان، ونحن هون صدقين عم نكفر. احلى نرجع لعصر الحمير، لانه خلص هاي طرقات ما خرج السيارات، هني سألانين اخر شيء بتنزلي على المعاينه وبدك تنضلي تحت بالمعاينه واللي بده اياه بده يصير. لا اتصلوا ولا من يحزنون، لا اهتموا لا سألوا ولا من يحزنون، ولا من يحزنون ولا من يفرحون، ولا من يقفلون ولا من يفتحون، ولا من يسمع هالأغنية ولا من يفهمون. اغشو نبقى بسوفر ومننتقل لأجواء مختلفة من الموسيقى والرقص والفنون مع افتتاح مهرجانات سوسنة صوفر. الافتتاح كان مع أمسية تراثية من الفولكلور الفلسطيني، تخللها رقصات الدبكة، الغناء الشعبي الفلسطيني، وتقرير منتابعه سوا بناخد منه كل التفاصيل. عالرباعية عالرباعية رافعين الرأس فلسطيني، بلادي يا بلادي يوم استشهادي، بلادي يا بلادي يوم استشهادي، على أرض بلادي وتحلى المانية. الوطن الثورة والأرض بدأت الأمسية على كورنيش صوفر. افتتحت سلسلة أنشطة صيف صوفر بسهرة تراثية فلسطينية، سهرة نضالية تحكي عن العلاقة يلي تعمدت بالدم بين فلسطين ولبنان. يعني من أول الرباعية من تراثنا. هيدي صوفر أهلنا اللي حامونا، واللي نحنا بيوم من الأيام كنا مع بعض بخندق واحد. حبيناها تكون لفلسطين لأنه فلسطين قضيتنا كلنا، وأهل صوفر أهل المنطقة ولبنان كلهم مقدمين لفلسطين. شعب مقهور، شعب بحاجة لناس تتعاطف معه لتوقف حده، بخصوصي لما تشوف الأطفال كيف عم يدبكوا هلا. فحبينا نشاركهم اليوم بهالمهرجان المتواضع والأخوي، يعني اللي بشعر فيه الواحد عمق العلاقة اللبنانية الفلسطينية الحقيقية. صوفر بحمدون علي هذا لشعبنا الفلسطيني، القضية الفلسطينية هو مزج ما بين الروح الوطنية. بتنظيم من بلدية صوفر وسفارة دولة فلسطين أقيم هالحفل، وافتتحته فرقة حنين للأغنية الفلسطينية وفرقة الكوفية للفنون الشعبية بمشاركة حكواتي فلسطين. جئناكم من مخيمات الشتات لنقول كلمتنا، جئناكم من نهر البارد الجريح اللي لبس طاقية تخفى ليزحلق الموت اللي حاول يقطعه من الوريد للوريد. كل بلد بتميز بحضارة وثقافة شكل، فانت لما بتسمع غناية لبنانية بتختلف عن غناية فلسطينية، فهي زي عنوان لكل شعب ولكل وطن ولكل قضية بنفس الشيء. كل هذا الشيء اللي عم بصير فينا من تحديات وهيك بالمخيم، احنا ما زلنا محافظين على التراث الفلسطيني. بنحيي فلسطين وشعب فلسطين والفرقة الفلسطينية وكله. شعور ناس تقدر، ناس تشعر مع الآخر.
ناس بتحب هذا البلد اللي احنا منه. في ناس شرفاء بعد ونحن بنآمن فيهم، هيدا حقوق شعب مقتصب ونحن بنآمن بالحقوق هاي. إنسان يجب أن يعود إلى الأصول، والتراث هو من الأصول. لوحات من الفن الفولكلوري عرضت على المسرح وعكست على الحاضرين جو من الفرح والوطنية. بارك الله فيهم، مبسوطين كتير بوجودنا هون. نتأمل انه الوحدة دائما مع الشعب اللبناني ومع خاصة بلدية صوفر. اصلا صوفر هي دائما تستقبل كل شيء تراث بكل البلدين، وهيدا وشي حلو كتير بين تعريف بين البلدين. نحن كل سنة هادي بيعملوها وبيجدد النشاط، ونحن وفلسطين اخوة. كل الشعوب هن بشر، وهالبشر كتير حلوة، وكل ما بيجتمعوا ما في أحلى منهم. نسيت رح نتابع لك انا مع كلمه اليوم. خلينا نشوف كاميرتنا بمين التقت بالشارع وشو هي الكلمه، واكيد نرجع نتابع اخبار الصباح. عامل اشتراك، عامل اشتراك مبلغ معلي الساعة بتك، معلي يا بتك، طلعت وفتشت لأي جيراني معلني عم يسرقوني، والمي كمان عم يسرقوها، يعني أضرب من هيك جيران ما في. هلا نحن عايشين بلبنان بالفوضى، كل يوم بصير جريمة، هذا بيضرب واحد بالسكينة وهذا بيقوي سماحي، ما بدنا نحكي، بدنا نسكت. أما الطوف عندنا المي بالليل، مرة كبيرة ختيارة بصير بقول لها يا حجي يا حجي الله يطول عمرك يخلي لك ولادك، والله هالمي عم تروح هيك، هذا هي ميتني، ما لك علينا شيء، هذه حصتنا عم ناخذها. شو في عقلية هيك؟ لا ما كان في عالم كثير، كانت بيروت غير هيك، كانت بتلاقي هالبرك المي، هالجنينات، هالحنبليس، هالاكدنيا، هالبوسفير، وهالانبيز، وهالطربوش، والشرف، والكرامة كانوا موجودين. هو نقي أصلي يعني مبنو؟ لا ما نحكي، عم نحكي الصراحة، عم نحكي عن أربع طيوب من زمان، كانت أربع طيوب، كنا نطير طيارة الورق، كانت العالم على الصبحانية، ما كان في سوبر ماركت، كان في دكاكين. أماتنا وستاتنا وأهل بيروت كلهم كانوا يلبسوا فيشة وملاية تسمع فيها كيف باب الحارة اللي بتحضريه، صار يلبسوا النسوان بنطلون. مرة أول ما بلش البنطلون قال لي يم الجاكيت والبنطلون واقفي على البلكون، افتكرتك شاب، لا تواخذيني، بردون بردون ويمي جيكيت. بيروت الحلوة كانت بتجنن بتجنن، هلا ما في حلا. يييي يا ملو هالفتة بيعبوها بهالخبز البيتي، كانوا هن يخبزوا على ايدن بالبيوت، كانوا نهار الاحد يعملوا الدبكة على ساحة العبد، ويجي بيع الفريسكو والام قليباني وخضرة وملاني وما بعرف شو. بدبك كيف بدبك؟ قالوا دخلك يا امي بدل بيروت، الفلاح بيقول تشغلي لا تموتي، وامه بتقلي عذر لا تفوتي، وبيو بيقول انقلعي من هون. يلا يلا أربعة أيوب ما بعدين بينزلوا بتسبحوا. أربعة أيوب من زمان كانوا يعملوا لها رهجة وبهجة، نوقف على هالتلة نطير طيارة الورق، كانت العالم تعرف بعضها بتحب بعضها، كان في شرف. والله ما قلنا غير لبنان، والله والله كلمة اليوم بحبك يا لبنان.
بشمالك بجنوبك بكذا ببيروت بطرابلس بالنبطية بصيدا بسوس